السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بأحلى متتبعين ومتتبعات فين ما كنتوا، داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كنقول لكم مرحبا ومية ألف مرحبا. يوم جديد وفيديو جديد وكذلك حياة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم تجارب ديالي اللي كندير في كوزينتي بكل بساطة وبكل شعبية وبكل تلقائية، غادي نتقاسمها معكم. قبلوا عليها نتوما مالي الخير. ما نطولش عليكم اكثر، ويا ريت انكم ما تنساوش بنتكم اختكم اللايكاتكم اللي كتبغيكم وكتحترمكم وكتقدركم. دبلوا لي تعاليق فضلا وليس امرا منكم، واي واحد كيساعدني وكيشجعني وكيدفع بيا القدام كنقول ليه الله يبيض ايامك بيض الحليب يا سيدي يا ربي. يلا ما نطولش عليكم احبابي ونمشيو ان شاء الله نتعرفوا على الحيان، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا البنات بغيت نقسم معكم واحد الحاجه، وسمحوا لي كتسمعوا صوت الصفاره غير كوكوت كدور، هو انه ملي كنهرسوا البيض ولا ربما انا دابا غنطيحوا بالعاني، ها هو شي مورسو داز ليكم ديال هاد قشور البيض، وكتبقاو حايرين صعيب باش انكم تزولوه غير بالقشره ديال البيض تمتم كما نهرسوا يبان ليا طاح غير بيه غنهزو هكا. ها هو شوف غير بيه هزيتو سهله، ما عندكمش يعني تبقاو حايرين عاد تجيبي هذه وعندك هذه، خصوصا المبتدئات صافي. هذه الفكره هو انكم صافي هو انكم كتهزوا غير بالقشره ديال البيض هي نيت. كنتمنى هذه الفكره تعجبكم ولو بسيطه، وان شاء الله نمشيو للفكره المواليه. وهنا يا بنات بغيت نشارك معكم هذه التدبيره، هذه سباق لي شحال هذه شاركتها معكم، وقلت دابا بما ان تبارك الله ما شاء الله كيدخلوا معنا بنات جدادات يقدروا ما يكونوش شافوها ويتعرفوا عليها لاول مره. نتقول للناس القدام مرحبا، والناس اللي كانوا معايا في الوسط المرحبا، والناس اللي عاد دخلوا مؤخرا مرحبا، والف الف مرحبا عند بنتكم واختكم سهر. هنايا عندي واحد القطعه ديال اللحم، هنا عندي بلاستيكه ديال اللحم جبتها من مجمد. ملي كتكون العقده يعني بلاستيكه في المجمد كتكون كوميم العقده حتى هي كتكون قاصحه، بغيتوا تحلوها بسهوله بلا ما تعذبوا معاها بلا حتى شي حاجه، دائما كتاخذوا هذا الفائد هذا كتبرموه مزيان مزيان حتى كيولي قاصح، وهكا باش ملي كيولي قاصح كيقصح حتى داخل العقده باش ملي كتدفعوه كيخرج بسهوله. ها انتم البنات ها انتم شو ها انتم ملي كتدفعوا ها انتم ها هو تبرم حتى لداخل العقده، وبهكذا ملي كيتدفع كيخرج بحال هكا كتجيكم سي فاسيل انكم كتشدوه من هنا، ها هما جابدينه هو مبروم، وبهكذا كتحل لكم بمنتهى السهوله. هادشي اللي كاين البنات قلتها لكم مرور الكرام، ونمشيو ان شاء الله بحول الله للتدبيره المواليه. هنا البنات سمحوا لي بزاف غادي نشارك معكم هاد التدبيره هذه فيما يخص القرقره اللي كتكون عندنا مثلا ديال الحوض اولا في الحمام اولا في لافابو اولا في المطبخ اولا حتى المجرى اعزكم الله ديال الطواليت البلديه اولا الروميه. مهم اي بلاصه عندكم فيها المشكل ديال الرائحه الكريهه، كنقولوا حنا بداك المصطلح، شوفوا انا كنحاول نبسط معكم الامور وكنهضر معكم بالتشعبيت باش الكل يفهمني. كنقولوا حنا دائما المغاربه كنقولوا القادوس تيتقرع، بهذا المصطلح هذا كيطلع واحد مره كيخرج واحد الريحه خايبه عليكم البنات غير بالتفل ديال القهوه ملي كنعمروها وكيبقى لينا هذا التفل هذا فيها اجيو ديروه هنا. ما تقولوش لي راه غادي يخنق القادوس ولا يخنق هذا، نهائيا البنات ما عنده ما غادي يخنق. هذا القهوه التفل كيزول ديك الريحه اللي كتكون لداخل في القادوس. هنايا صافي غنطلق شي شويه الماء غير باش يمشي هكا هاكا باش ما يبقاش حاتل تما. صافي هذه راه زوينه يا البنات ديروها، وراه ما غادي تبقاو تلقاو فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه بحال هكا. قلت لكم في اي مجرى كيخرج الريحه خايبه. يلا البنات هذه راه كانت تحت طلب واحد المتتبعه اللي انا دائما هذه القضيه هذه كنديرها، هذه الفكره راها مجربه ما غتبقاش تبقى عندكم الريحه. ها انتم غادي تشوفوا يعني جربوها وغتلقاو عليها نتيجه اللي زوينه. ريحه القهوه اصلا راه ريحتها غزاله، وهكذا غادي كما كنقولوا غتنظف لكم ولا القهوه غادي تسف ديك الريحه الخايبه اللي كتكون داخل في التيوات وفي داك المسائل اللي كتكون من تحت. هذا ما كان البنات، ومشيو للتدبيره المواليه. وهنا يا البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الحاجه يعني كنديرها وبغيت غير نتقاسمها معكم فقط لا غير، هو بالنسبه للبلاك ديالكم. المعروف بان هذا الاوني اللي ديجا شاركته معكم من استعمالاته هو انه كينظف البوط عندكم ديال الاينوكس كيرجعها هكا كتشعل. واحد الحاجه هو ان في هذا الراس الكبير اللي كيكون الوسط هاد الحديده اللي كيكونوا دايرين لها ليه لداخل البنات
ما كتكونش ديال اينوكس، هذه ماشي هي هذه. هي في الاول ملي كتجيبيها جديده كتكون في هذا اللون هذا، كتبان لك حتى هي كتشعل، كتقولي راه اينوكس، ولكن مجرد ما كدوز غير يومين 3 ايام ما كتبداي طيبي عليها كتبدا تكحل، حيت هذه حديده، هذه ما دايرينهاش اينوكس بحال هذه. المهم كتعرفوا بانه يعني هاد البلايص هادو اللي كيكون فيهم هاد الحفيرات وهاد التنيات هادو بسهوله كيشدوا الوسخ ديال البوطه وبصعوبه باش كيتنظفوا. هنا كيشدوها نتوما كيف ما كتشوفوا، وهذه يا بنات قلت لكم كتشد هاد الركينه، كتشد الفرسيس ديال الطياد ديال الحرشه ديال 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 شنو درت ليها انا غير الشيته ديال السنان القديمه، هي راه بديت كنحكها، دهنتهم هنايا، هذه راه حيت نظفتهم، داكشي اش كيبان لكم الفرق، دهنتهم بحال هكا كاملين، مشيت هكا قضيت شغلي جبت دوره رجعت حكيتهم بالشيته. ها البلايص البنات اللي كيكونوا صعاب عليكم في التنظيف، ها نتوما بحال هكا كنجي هنايا، ها هادو خطيره الشيته في انها تزول لكم هاد الوسخ هذا اللي كيكون هنايا ديال البوطه، لان بيديكم ما غاديش تدخلوا صبعكم وما غاديش يتمسح لكم مزيان، ولكن بالشيته كيتفركوا مزيان. ها نتوما البنات حتى هاد البلاصه اللي كتكون، ها نتوما تلاحظوا معايا هذا راه باقا ما قصتوش، ها نتوما البنات شوفوا باش تعرفوا هاد المعجون ديال اوني خطيره البنات في ازاله الاوساخ. ها هو ما كتحكوا ما والو، غير بالشيته غادي تدوزوا عليها بحال هكا. انتم شو هاد الكحوله اللي كاينه هنا وداكشي، ها انتم غير طليوها بحال هكا وحكوا حكوا حكوا، هذه واعره يعني الشيته دائما كتوصل لبلايص اللي ما كتوصلهاش لكم اليد ديالكم، بحال هاد البلايص دائما صعب في التنظيف، غير راعيوا لهاد البلاصه اللي كيخرج منها الغاز ما تقيسوهاش بهذا باش ما تخنقش. وسباق ليا اللي قلت لكم البوطه هنايا هذه الا كانت مخنوقه شنو ديروا لها، تسرحوها بسهله، وهذا هو السبب اللي كانت مخنوقه كتخرج النفس ضعيفه، هو باش كيدير لكم الحمومه البنات في المواعين ديالكم. راه سباق ليا شاركتها معكم، صافي غادي نحك بحال هكذا. ها انتم يا البنات وديروا الليغون في يديكم ما تقيسوهش، راه خطير اليد، انا كنعلمكم البنات خايب اليدين، راه كيبقى يحفر لك في اللحم، الجلده ديال يدي كتلقاي كتكمش او كيبقى هكا كتحسي بشي حاجه كتاكلك في صباعك. صافي بحال هكا ها نتوما، وهاد الحفيره هادي اللي كتكون صعيبه، وصافي من بعد كتجيبوا الشيفون وهكا ها نتوما البنات شفتوا شو هاد البلاصه هادي، ها هي ها، وهنا هي ديروا الشيفون مره وجوج وثلاثه وصبنوا الشيفون ورجعوا مسحوا، راه ما كتبقاش حتى شي حاجه. حتى هاد الخويه هادي ملي كنديروا لها الشيته بحال هكا راه كتجبد كاع هذوك الاوساخ اللي تيكونوا هنايا في الثانيه. صافي البنات هادشي اللي حبيت نشاركو معكم، المهم الفكره هو الشيته تدخل لكم البلايص اللي صعاب توصلوا ليهم، وهاد المعجون الخطير في ازاله البقع اللي كيكونوا هنا في البوطه ساهل غيغنيك انك ما غتفكي ما غتفركي ما تحكي حتى حاجه. وبهكذا يا الناس العزيزه على قلبي الفيديو ديالنا غادي يكون سالا، اللي ما كنسخاش بكم وكنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من الفيديوهات ديالي، ماشي ناخذ لكم من وقتكم ونضيع لكم من وقتكم وانتم ما كتستافدوا والو، لا بالعكس كنبغيكم تخرجوا مستافدين ولو بربع فكره اولا بربع معلومه، علاش لا. هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي الى موعد اخر، والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في أمان الرحمن، وإلى اللقاء إن شاء الله مع وصفات أخرى وحية أخرى، ومع ألف ألف سلامة، وما تنسونيش من لايكاتكم، شكرا لكم بزاف بزاف.